عليكم ورحمة الله، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في فيديو جديد على قناة وصفات سلمى الفيزياء. كنرحب بكم دائما وأبدا، وكنتمنى أنكم تكونوا بخير وعلى خير، وأن هذا الفيديو يلقاكم في أحسن الأحوال إن شاء الله. اليوم جبت لكم الجديد، يعني ما بغيتش نبقى دائما في واحد النمط ديال واحد الفيديوهات يعني معينة، بغينا نبدلو شوية ونغيرو ونعطيكم هكا حيل اللي كنستعملهم في الحياة اليومية ديالي. هنا الحيله اللي جبت لكم هي كيفاش تلمعوا اولا كيفاش تنظفوا الذهب ديالكم وحتى النقره. هنا عندي واحد السنسله اللي كيف ما تشوفوا هنايا شويه ما بقاتش يعني اللون ديالها يعني بهات شويه، بحال كشفات شويه كيف كتشوفوا. حنا دابا غادي ننظفوها مع بعضنا وغادي تشوفوا كيفاش غادي تولي. هنا كذلك هذه ديال اليد حتى هي كشفات مع الوقت، راكم عارفين الذهب شويه كيبهات، وخصوصا الا كنتو كديروه ديما ويعني مع العرق مع هادي يعني كيتفاعل معاه وكيرجع بحال هكا. هادي واحد الكرمه تشوفوا كيفاش دايره، حتى هي نقره، هادي كتكحل دغيا كيف شفتو، هي نقره ممتازه ولكن فاش كتبقى يعني وقت طويل محطوطه ما كتدارش في اليد اللون ديالها كيبهات. وهذا هذا الخاتم حتى هو اللون ديالو رجع شويه ماشي ناصح بحال اللي كان. دابا غادي نوريكم الطريقه اللي هي سهله جدا، واللي هي غادي درتهم انا في هذا ديال البلاستيك. خصكم ديروه في البلاستيك، ما ديروش في واحد المعدن اولا شي ماده اخرى باش ما يتفاعلش مع هذا الذهب او النقره. هنا عندي الماء دافي ماشي سخون، دافي شويه، غادي نخويه على هاد السنيسلات. هنا عندي الصابون ديال يعني باش كنغسلو الماعن، ليكيد فيسيل اللي كنغسلو به الماعن، هذا ديال السائل، غادي نخوي واحد شويه هنا على هاد الطريقه. غادي نزيد الخل، الخل الابيض كيف كتشوفوا هنا. هنا تقدروا تستعملوا اي نوع من الخل، ماشي ضروري هذا الابيض، واللي توفر عندكم يقضي الغرض شي مشكل. هنا بقى لي غير واحد شويه وما بغاش صعيب باش انه يخرج، ولي غادي نحاول لا دابا ها هو خو ديا بزايد صافي. غادي نخليه دابا واحد 5 ديال الدقائق، هذا الشيء يعني يرقد شويه في هذا الصابون وفي هذا الخل اللي درنا عليه، حيت الخل كما كنعرفوا حنا كيعقم معقم طبيعي زوين. غادي نخليه واحد 5 دقائق ونرجع معكم نكمل معكم العمليه. هنا بعد ما دازت واحد 5 ديال الدقائق ولا اكثر، شوفوا البريق كيفاش بدا يعني اولا اللمعان، قبل يعني ما نكمل يعني قبل ما نحكهم شوفوا كيفاش بدا هذا الشيء كيلمع رائع جدا. شوفوا المفعول غادي يبدا يبان لكم من الاول. انا غادي نحل هذه باش حتى هي تنظف من كاع الجوانب على الطريقه هكذا. دابا غادي ناخذ فرشات بحال هكذا ديال السنان اولا اللي عنده بحال هادي مزيانه حتى هي. غادي نبدا نحك، غادي نبدا بهادي مثلا اللي شويه كحله، غادي نبدا ندير في هاد الميها ونحك. انا غادي ندير فوق يعني سطح العمل باش يجيني ساهل وباش نتحكم. اكثر هاد السناسل هادو كيف كتعرفوا السناسل ماشي بحال لي براسلي ولا هذا الدمالج كيكونوا شويه كيعذبوا، كلشي الا كانوا رقاق. صافي غادي ندير بحال هاد الطريقه هادي، هانتوما بدات كتخرج يعني بدات كتلمع. غادي نستمر حتى نحصل على النتيجه اللي انا بغيتها.
ما تعياوش، خليكم تستمروا حتى تحصلوا على النتيجه اللي بغيتو. ديالي من بعد ما كملت بالحكان ديالهم شللتهم بالماء بالماء نقي، شوفوا النتيجه كيفاش دايره، رائعه. شوفوا كيفاش خرجوا فنين. هنا هذه ديال النقره حتى هي كيفاش خرجت، شوفوا اللمعه كيفاش دايره، والخاتم حتى هو شوفوا كيفاش داير، خرج مرايا يعني وجهي كيبان ليا فيه. ها نتوما من بعد ما درتو شوفوا خرج رائع رائع جدا. نتمنى ان الفيديو ديال اليوم يكون نال الاعجاب ديالكم، ونكون عطيتكم واحد هكا واحد الحيله باش تنظفوا يعني الذهب ديالكم، ولا يعني كيف كيقولوا المجوهرات ديالكم، بلا ما تمشيو عند مول الذهب ولا بلا ما تمشيو يعني عند شي حد مختص انه يصوب لكم هذا الشيء. صوبوه ونظفوه بوحدكم في الديور ديالكم بهاد المواد اللي وريتكم هنايا، يعني مواد كاينه في كل بيت. الى عجبكم الفيديو ديروا لايك، ما تبخلوش عليا بلي كومونتير ديالكم، اراء ديالكم كتهمني، وغادي نقول لكم بسلام عليكم والى فيديو قادم ان شاء الله.